اهلا بحضراتكم من جديد. نورني وشرفني نجمين من نجوم النادي الاهلي، الكابتن الكبير الكابتن شريف عبد الفضيل. منور الدنيا يا كابتن. ربنا يخليك يا ميدو، انا سعيد جدا بوجودي معاك النهارده طبعا كابتن معتز. انا بس بمشي رسمي في الاول كده معلش. طبعا والنجم ايضا النجم الجميل النجم يعني صاحب دم خفيف جدا معتز زين، ومنور الدنيا يا كابتن. حبيبي يا ميدو، شرف ليا ان انا اكون موجود معاك طبعا ومع اخويا وعشره العمر الشريف. طبعا عارفين الحلقه موضوع القاء القمه، القمه 117. شايف القمة الأول ظروفها مختلفة إينو؟ بص، يمكن يعني ده يعني المباراة دي بالذات مختلفة زي ما أنت بتقول، وخصوصا عند الجمهور وعند الفريقين طبعا، عشان يعني الترتيب وفرق النقط بينهم طبعا قليل جدا. نادي الزمالك طبعا عايز يكسب عشان يكمل مسيرة بتاعته، النادي الأهلي عنده دافع كبير وماشي بشكل كويس في الفترة الأخيرة وعايز يحسم الدوري، وده الطبيعي بتاعه زي ما معود جمهوره عليه. فالمباراة هتبقى يعني زي ما بيقولوا كده ايه، نهائي مبكر. فأهم حاجة اللي احنا نشوف مباراة كويسة وطليق بالفرقتين، مش في مصر بس الناس بتتفرج عليها، بالعكس ده الوطن العربي كله بيتفرج. أكيد فرقتين كبار، أحسن فرقتين في أفريقيا، فأتمنى اللي هي تكون مباراة ممتعة للجمهور، وطبعا في المقام الأول تطلع بدون إصابات، ده أهم حاجة. أكيد أكيد.